رجعنا مرة تانية مشاهدينا وأسرار المطبخ وزينة بطعم البيوت مع الشيف عبير عبد المنعم. عبير، النهاردة مكرونة بالبشاميل ووراك بصوص الباربيكيو. الوراك بصوص الباربيكيو. طيب قولي لي كده بقى، المكرونة احنا سلقناها ده اوكي. اللحمة المفرومة، اللحمه المفرومه عصجناها، جبنا بصلايه مفرومه. تمام. والاول نزلنا باللحمه المفرومه في قطعه زبده بشويه ملح وفلفل، نشوحها تشويحه وننزل بالبصلايه معاها والطماطم اللي احنا عايزين نحطها. طيب كده والتوابل بقى بتاعتنا. طب قولي لي انا كده بعدت بقى تماما عن ان انا اكون معصجه اللحمه باللي هي يعني حاطه الاول البصله ومحمراها. هي كلها بتستوي بقى مع بعضها. خلاص. البصله بتتحمر وبتتشوح. بتبقى حلوه قوي مع اللحمه. تمام. بدل ما محمره لوحدها الاول دي وبسيبها بقى بواطي. هي بس احنا بنقول التشويحه دي عشان ما تنزلش الميه. تمام. بتاعتها يعني. طيب قولي لي بقى تقعد قد ايه تستوي؟ دي مش تاخد ربع ساعه بس يعني خلاص اوطي عليها. طيب قولي لي بقى، المكرونه سلقنا المكرونه سلقناها وعملنا البشاميل اللي هما كالكاشيا. ايوه قولي لي بقى البشاميل وخطواته. خطواته سهله قوي، احنا عملناه كله على البارد. دوبنا جبنا اللبن حطيته في البول اهوت. تمام. وحطيت عليه الدقيق، يعني جبنا لتر لبن عليه 4 معالق او 5 معالق على حسب ما نحتاج بقى. دوبت الدقيق الاول على البارد مع البشاميل ومعاه مكعب مرقه وشويه ملح وفلفل. تمام. وممكن احط بقى وبعد كده انزله على النار معاه بقى قطعه زبده واقلب بالراحه كده اهوت لغايه ما. طب قولي لي بقى، هدي نفس النتيجه بتاعت يعني بشاميل جدتي بقى اللي هو كان الاول بحمر الدقيق. احمر الدقيق هي نفس النتيجه، بس احنا بنوفر بقى الكلكعه. أيوة. لان الدقيق لما بيتحمر هيها برده، بس يعني في ناس هتكلكعوا لما يتحمر الدقيق، لما تنزلي عليه اللبن. تمام. الا اذا بقى ضربتيه كويس قوي بالمضرب مش هيجرى له اي حاجه. تمام. بس هي نفس النتيجه. انا بحب اعمله كده على فكره، بيبقى يعني اسهل ويعني على اللي ما بيعرفش يطبخه. اخف. تمام. اخف عشان ما حمرناهوش في السمنه. بالظبط كده. انت ما استعملتيش كميه زبده كبيره، انا حطيت قطعه زبده صغيره. تمام. لكن عشان تحمري كميه الدقيق دي كلها في الزبده احتاج زبده واحتاج زيت. طب عشان ما تتحرقش. تاني عبير بسرعه كده، الاول حطينا كيلو لتر لبن. لتر اللبن معاه 4 معالق دقيق، بس انا زودت معلقه تاني برضو عشان احتجتها يعني خفيف شويه. انت شفتي قلت خفيف. قلت لك خفيف. تكدكر خفيف شويه. بس خدي بالك في ناس بتحبه خفيف بس مش بيبقى خفيف قوي. هو مش خفيف قوي. هو لا يعني في ناس بتحبه تقيل. بيكلكع اصلا المكرونه. انا بحبها تبقى لطيفه كده. طيب اللتر وعليه 4 معالق دي او 5 معالق دقيق. ماشي. ومكعب مرقه وملح وفلفل. كل ده على البارد. كل ده على البارد بقى احطه على النار. اول ما تبتدي تستوي بقى انزل بقى ميكس الجبن اللي انت عايزاه بقى. جبن. اي جبنه انت عايزاها، رومي، موتزاريلا، اي نوع جبنه. تمام. شيدر، اي حاجه. طيب خلاص كده خلص البشاميل تقريبا. خلاص خلص بقى. احنا يلا بقى نعمل بقى هنص الصينيه بقى هنرصها. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قولي لي بقى، ومعانا الفراخ في الفرن بقى شغاله يعني انت كده خلاص. طب يعني الفراخ بقى بسرعه قولي لي عملتيها ازاي وانت بتعملي المكرونه. الفراخ النهارده على الصوص بتاعها اللي هو الباربيكيو. وصلصه حاره ومعلقه صلصه عاديه. تبلت الفراخ هي دي كلها صوص، كوبايه صوص الباربيكيو. تمام. في البوله ومعاها حوالي معلقتين عسل نحل، ومعايا كمان 3 معالق صلصه عاديه حاره. احنا عاملينها حاره. تمام. ومعتمده بقى على التوابل اللي هي العشبيه زي الروزماري زي الريحان زي الزعتر. تمام. والملح والفلفل ومعلقه ثوم مفروم اساسي. عندي هنا الثوم بقى. ثوم مفروم. هي دي اللي هتديها النكهه، وممكن معلقه بصل بودر. تمام. بس ما استعملتش حاجه ثانيه. احطه في الفرن كده. وتبلت الفراخ، يستحسن طبعا ان هي تتبل قبلها. قد ايه تقعد تتبل؟ ساعتين ثلاثة يعني. تمام. تفضل. بس احنا طبعا عملناها دلوقتي على الهواء. طيب وقولي لي بقى بعد كده خلاص بحطها في الفرن، مسافه ما بحطها في الفرن بتقعد بقى تستوي بقى وتاخد سواها وتحمر. بس هيبقى طعمها تحفه. مش عايزه اقول لك بقى صوص الباربيكيو ده بيبقى طعمه ايه. ممكن جدا. اعمل نفس الفكره على صدور الفراخ برده، مش يعني على حسب اللي بيحبها. تمام. اي نوع من انواع الفراخ مش هتفرق يعني. طيب. بس احنا تغيير عشان ما نجيبش فراخ النهارده. طب قولي لي انت التوابل دي انت حطاها؟ احنا كده حطينا رق مكرونه وعليه بشاميل، وبعدين حطينا اللحمه المفرومه برده رق المكرونه التانيه، وحط عليه بقيه البشاميل الفضل. طب وليه التوابل دي في ناس بتحط لا دي الزعتر والروزماري اللي انا كنت مستعملاها لل تمام للفراخ. تمام. احنا هنستعمل الكمون والثوم مع صوص المجدوس. تمام. صوص الايه؟ مجدوس. المجدوس. وادي البشاميل. قولي لي بسرعه وانت بتعملي كده، ايه صوص المجدوس؟
عباره عن طماطم مبشوره. انا عايزه اقول لك ده الصوص اللي بيتعمل بيه البتنجان، بس مش عندنا بقى بالطريقه السوريه. طب قولي لي، بس احنا هنعمل الصوص ده عباره عن طماطم مبشوره وفلفل حراق وثوم وكمون وملح وليمون وزيت زيتون بس. لا الصوص ده بقى بستخدمه على المكرونه؟ لا لا، دي ده زي سلطه. زي سلطه بس عارفه بيعملوا معاها ايه بقى؟ ممكن نحط معاها قطع بتنجان مقليه. مقليه تمام، يبقى هو ده كده فعلا المكدوس. خلاص كده احنا هنظبط البشاميل بتاعتنا كده بقى عمير. انت خلاص احنا خلصنا الاكل اهو. خلاص تمام. هسيبك بقى وتحطي الحاجه في الفرن وتشوفي الفراخ، وهنرجع لك اكيد بعد ما نخلص فقرتنا ومع تغريدك. مشاهدينا وصلنا لنهايه فقره مطبخنا واسراره مع الشيف عبير، لكن اكيد لسه لينا لقاء تاني معاها ومع تغريد، لكن بعد ما نخرج لفاصل ونقابل ضيفتنا ونتعرف بقى التواصل بين الاباء وابنائهم وازاي ممكن يكون في ود ورحمه وتواصل كل ده، بس بعد الفاصل. رجعنا لكم مره تانيه مشاهدينا، وحديثنا دلوقتي عن الموده والرحمه اللي يمكن بنعتبر انها غابت عن كتير من الاسر. يمكن المودة والرحمة غابت في صورة مشاكل موجودة بشكل بسيط، مش زي ما احنا أو متعارف عليها من زمان وزي ما وصلنا بيها الرسول عليه الصلاة والسلام. بسبب المشكلات اللي حصلت في الأسر المصرية بين الزوج والزوجة، يمكن وصلت للأبناء في محاولة من الأباء إن هم أكيد بيجروا على لقمة العيش وبيحاولوا إن هم يوصلوا لمستوى اجتماعي كويس، مستوى اقتصادي كويس. ده خلى في بعد بين الأب وأولاده، الأم انشغالها وانخرطها في مجال العمل. الفكرة بقى إن لما بيتواجد الأسرة مع بعضها أو الأب والأم بيكون مجرد نصائح، يعني بيدي إرشادات ونصائح بشكل أو بنوع من العنف. ده بيرفضه مش بس الجيل الحالي، كل الأجيال، لكن الجيل الحالي بقت له أفكاره وآراءه، فطلعه على وسائل التواصل الاجتماعي خلت عنده العديد من الأفكار، خلت عنده شخصية تقدر إن هي تناقش، دايماً عنده إيه السبب؟ الأب والأم ما عندهمش وقت يقولوا إيه السبب؟ بقت في فجوة في الجيل أو الأسرة من أب وأم وبين أبنائهم. ازاي نقدر بقى نرجع المودة والرحمة ونقدر نرجع التواصل مع أولادنا؟ ازاي يكون في بينا جسر من الرحمة، جسر من الخوف وكمان الحفاظ عليهم، نصيحتهم وهم يتقبلوا كمان النصيحة؟ كل ده هنحاول نتعرف عليه أكتر ونعرف إزاي ممكن نعامل ولادنا وإزاي نقدر نتواصل معهم من خلال لقائنا وحديثنا مع الأستاذة ريهام عبد الرحمن، مدربة إرشاد أسري وتطوير ذاتي. أهلا وسهلا بحيك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. المودة والرحمة أهم حاجة في العلاقة الزوجية. بالظبط. مع البداية بيكون في حب، بداية من دخول عش الزوجية وإن هم قفلوا على بعض وابتدوا بقى إن هم يتعاملوا، ابتدى مع مشكلات الحياة والمحاولة للوصول لمستوى اقتصادي واجتماعي كويس، ابتدينا نوصل في مشاكل. المشاكل دي موجود طفل، الطفل بقى بيسمع المشاكل، الطفل بيتم تعنيفه أو كمان الزوجة ممكن يتم تعنيفها. حصلت مشكلة كبيرة في بعد عن ولادنا، شايفة ده ازاي في الوقت الحالي؟ والله الحقيقة يعني أنه للأسف الشديد زي ما ذكرتي حضرتك، المشكلات الكتير جدا اللي دخلت بداخل الأسرة وانعدام التواصل والحوار داخل الأسرة، أو حتى لو في حوار ما هوش حوار إيجابي، حوار سلبي. للأسف الشديد غابت المودة والرحمة، غاب التواصل داخل الأسرة. طيب هي الحياة الزوجية أساسها إيه؟ أساسها لتسكنوا إليها، صفة السكن. السكن عكس الاضطراب والقلق، يعني أي حياة زوجية المفروض يكون فيها طمأنينة، راحة، إيجابية، تواصل بناء ما بين الزوجين. لما انعدم التواصل بقت فيه مشكلات كتير جدا. طيب هو غياب التواصل ده كان ناتج عن إيه أصلا يعني داخل الحياة الزوجية؟ ليه غاب التواصل ما بين الزوجين؟ أول حاجة مفيش قيم، يعني احنا بنحيا الحياة الزوجية من غير قيم، من غير أهداف، بطريقة عشوائية، وبالتالي بتغيب السعادة عن الحياة الزوجية. أحيانا كمان تدخل الآخرين بداخل الحياة الزوجية، لما أنا أدخل طرف ثالث يحل المشكلة، وللأسف الشديد أحيانا الزوجة تحكي المشكلات من وجهة نظرها هي، فتبقى طبعا الأم متحامية لبنتها، بتحاملها، والزوج بياخد موقف من الحما،
كمان الابن بيروح يحكي لوالدته من وجهة نظره هو زي ما هو شايف المشكلة. فالحامة طبعا يعني دايما بتقول كلام للزوجة بتضايقها. كل التدخلات دي أثرت على التواصل وأثرت على الحوار وكمان أثرت على الأولاد. أحيانا كمان وسائل التواصل زي ما ذكرت حضرتك واللي هي يعني آفة كبرى داخل الحزن بالرغم من إيجابياتها في حاجات لكن طبعا بقى الموضوع صعب بالظبط يعني سلبياتها اكتر. سلبياتها ليه؟ لان ممكن الزوجه تلجا للتجسس هي بتغير على زوجها فتبدا تعرف الباسورد تبدا تعرف الاكونت بتاعه صديقاته على الفيسبوك. الغيره ولكن الغيره المرضيه الغيره مقبره الحب دايما نقول كده الغيره مقبره الحب. في غيره ربنا سبحانه وتعالى بيرتضيها غيره الرجل على عرضه او على اهل بيته ولكن الغيره اللي اصبحت بقى ايه التجسس باستمرار وان انا اراقب صديقتها مين واراقب حسابها على الفيسبوك ويبدا هنا تنهار الحياه الزوجيه. مفيش ثقه مفيش راحه وطمانينه للطرف الاخر بالاضافه لده كله احساس الزوج ان زوجته متملكاه متحكمه فيه وبالتالي تنعدم قنوات التواصل ما بينهم. كمان من ضمن الحاجات اللي بتغيب معاها الموده والرحمه الفهم الخاطئ للموده والرحمه. في ناس للاسف الشديد بيعتقدوا ان التواصل او الموده والرحمه هي حب. الحب رصيد داخل الحياة الزوجية ممكن يزيد وممكن ينقص، يزيد نتيجة عدم وجود مشاكل وينقص مع وجود المشاكل، لكن المودة والرحمة هي الباقية، مودة بمعنى رأفة، حنية، احتواء للزوجة، لأن لازم يعني نخلي في اعتبارنا إن في سيكولوجية للرجل وسيكولوجية للمرأة، فهمي لسيكولوجية الزوج أنا كامرأة طبيعة تفكيره ازاي بيحل المشكلات ازاي ان انا مفروض ادعم عنده حتة الاخلاص والثقة بالنفس لانه بيبقى راجع مثلا من الشغل ومقابل ضغوط كتير جدا في العمل ضغوط في العلاقات الاجتماعية العلاقات السامة داخل العمل فبيبقى الزوج بحاجة لزوجة تفهمه تفهم ملامح وشه وهو داخل كده من البيت. طب خلينا نتوقف كده عند جزئية مهمة حضرتك قلتيها فكرة يمكن أنا لاحظت من كل اللي سردتيه أنك برضو بتتكلمي أن في الأول وفي الآخر يمكن ده اللي كنا بنسمعه من جداتنا زمان أن الزوجة هي المفتاح عندها هي اللي تقدر أن هي تعمل أو تخلي البيت كله سعادة وتقدر أن هي تعمله بغض النظر عشان بس ما فيش زوجات يتضايقوا بغض النظر ممكن يكون في زوج بالمعنى الحرفي هو نكدي ده موضوع تاني لكن احنا بنتكلم بشكل عام أن المفروض الأساس هي الزوجة الزوجة هي اللي في ايديها مفتاح السعادة الراحة داخل البيت شايفة ان لما الزوج بيكون داخل من العمل الشاق زي ما حضرتك بتقولي او من ضغوط الحياة هي قابلته بالرغم ان هي ممكن تكون عندها نفس الضغوط وانها خرجت للعمل ورجعت بس ممكن نقول هي تتحمل اكتر شوية في الجزئية دي راحت مقابلها بمجموعة من المشاكل للولاد هي بقى مش عارفة تعمل الكنترول او تقدر تعمل البالانس بين ان هي تتعامل ازاي كامرأة عاملة وعندها ضغوط وفي نفس الوقت ما ترميش في 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 حجره زي ما بيقول كل المشاكل تعمل ايه اول حاجه اداب الحوار تمام يعني عشان يبقى فيه تواصل وحوار داخل الحياه الزوجيه اول حاجه اختيار التوقيت والمكان المناسب تمام. سواء للزوج او الزوجه اختار الوقت اللي احس فيه ان ملامح الطرف الاخر مرتاحه حاسس بالصفاء الذهني والصفاء النفسي فابدا افتح المشكله كمان اختيار المكان المناسب ما جيش مثلا انتقد زوجتي قصاد الاولاد او قصاد والدتي او قصاد اهلها او العكس الزوجه تقلل من زوجها قصاد الاولاد ويبقى فيه نقد لازع وسخريه الامر اللي بيهدم الحوار قبل ما يبدا بالاضافه لده كله ان انا ما اقطعش اللي قدامي يعني دخل زوجي من البيت وحسيت ان هو متضايق ما روحش مثلا احكي كل المشكلات اللي حاصله استنى شويه كمان الزوج لو زوجته جايه من الشغل لازم اقدر يعني ان هي كمان عليها مسؤوليه البيت والاولاد وهي كامراه بيبقى عليها ضغوط نفسيه اضافه لده ان في بعض للاسف الشديد الكلمات اللي بتقطع الحوار قبل ما يبدا زي مثلا على فكره انت الغلطان المشاوره بالايد دي في حد ذاتها فيها يعني زي اتهام للاخر وبالتالي ده بيقفل الحوار قبل ما يبدا من مهارات التواصل مع الاخر الذكاء العاطفي والذكاء الوجداني
ان انا افهم ملامح زوجتي، احس قد ايه ان هي سعيده ومرتاحه، فافهمها بايماءات وشها، مش محتاجه ان هي تتكلم او مش محتاجه ان هي تقول حاجه، لا انا فاهمها. الدعم النفسي والايجابي ان انا يعني افضل اقول لها انا حاسس بيكي، انا حاسس انك انت عايزه تنجحي علاقتنا، طب تعالي نعمل حوار في البيت. الحوار نفسه ده بيخلق حياه داخل الحياه الزوجيه. ستات لو سمعوكي دلوقتي يقول لك انت متفائله جدا. لا لا بس بالعكس، خلينا هنكمل حديثنا ونشوف بقى العلاقه ازاي ممكن تكون بين الزوج والزوجه، اللي اكيد في الاول وفي الاخر هي تؤثر على الابناء، بس بعد ما نخرج لفاصل نشوف التقرير اللي معانا. هنخرج لفاصل مشاهدينا نشوف تقرير عن كيفيه ايجاد الموده والرحمه داخل الاسر المصريه، وازاي كمان نتواصل بينا وبين اولادنا، كل ده بس من خلال التقرير اللي جاي، خليكم معانا. الحياه الاسريه هي انسجام وتكامل، وذلك في جو من المودة والرحمة. هذا هو المناخ الصحي الذي يؤمن الحياة الهادئة المستقرة للأسرة. والمودة والرحمة عنصران أساسيان للتفاهم في الأسرة، ذلك لأن الحياة اليومية لا تخلو من المشاكل كبيرة كانت أو صغيرة. طبعا عشان تكون أسرة متماسكة وأسرة قوية وأسرة ناجحة وكل أفرادها ناجحين، لازم تكون مودة ورحمة وتفاهم ومحبة ما بينهم عشان يتجاوزوا أي مشكلة في الحياة. وده برضو متوقف على الوالدين، يعني الأم والأب، كيف أولا بتبدأ علاقتهم، كيف تبنى. إذا كانت مبنية على الاحترام المودة والمحبة فهي أوتوماتيكلي حتنعكس على أطفال، حيكونوا أطفال في المستوى من حيث الأخلاق والتربية والنجاح وكله. لو كانت العلاقة من أساسها كانت شوية يعني فيها مشاكل، فده برضو حينعكس سلبا على الأطفال. بس برضو نرجع ونقول أنه الأساس في أي أسرة هي الأم. الأم هي مصدر الحنية، مصدر الأمان، مصدر نجاح أولادها. أنا أتصور لكي يتعاضد البيت بأكمله بعد ما نحن في مرحلة ما بعد جائحة، من الضروري من اللازم أن نطرح أسئلة على أنفسنا، خاصة ونحن مثلا بين قوسين البالغين الرشيدين العاقلين، أن نذهب باتجاه أن نتوازن في إبداء مشاعرنا بالود وبالرحمة وبالتعاضد، وخاصة بين قوسين أن نعاضد بعضنا البعض، لأن هذه المسألة نفسيا مهمة داخل البيت. كيف يمكن الإنسان أخي، أمي، والدي، كل من يكون إطار أسرة، وهذا أيضا مهم لأنه ينعكس على نشأ صغير مثلا، كلما رأوا محيط يحاول أن يقاوم حال راهن ويذهب باتجاه أن يبلسمه بالمودة وبالرحمة وبتقوية الذات والنفس، أنا أتصور هذا درس جميل ومهم لنشأ يتعلم من الخطأ ومن الصواب. باعتقادي أن المودة والرحمة هو الحجر الأساسي لبناء الأسرة، سواء كانت أسرة عربية أو غربية، الأسرة الإنسانية عموما. عدم وجود هذين العاملين يشكل خطرا كبيرا، ليس فقط على البناء الذاتي والتكامل للعائلة وللفردين أو للزوجين، إنما أيضا على الأطفال وعلى المحيط العائلي. فبالتالي هذين يعتبران صممي أمان رئيسيين لبناء الأمم والشعوب والمجتمع، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء المجتمع. فبالتالي أنا أعتقد وفي اعتقادي الخاص أن المودة والرحمة مع الاحترام ومع القيم الأخلاقية السامية هي التي تستطيع أن تبني الأسرة بشكل صحيح، وبالتالي أن تبني مجتمعاتنا العربية بشكل صحيح. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ولسه مستمرين معاكم مع الأستاذة ريهام عبد الرحمن استشاري أسري. قولي لي بقى، يمكن كنا توقفنا قبل التقرير عن ان الزوجات هيقولوا عليكي متفائله. بالزبط. الزوج هو داعم قوي جدا، ويمكن زي ما سمعنا من خلال التقرير اهم حاجه يكون في موده ورحمه عن طريق التواصل بينهم، وكمان يمكن الام، احنا كنا بنتكلم ان الام هي الاساس. شايفه ان الزوج دعمه النفسي والمعنوي للزوجه ده هيفرق كتير في ان هي تقدر ان هي تعمل هي بقى الكنترول في البيت، هي تقدر ان هي توجد السعاده داخل الاسره.
طبعا، لأن العلاقة الزوجية ما بين الزوجين هي علاقة تكامل، كل واحد بيكمل نقص التاني. بمعنى أصح، كل ما كنت أنا بدعم زوجتي وبخليها سعيدة وصحتها النفسية سليمة، كل ما قدرت هي تربي أولادي بشكل إيجابي. عمر أنا ما يعني كزوج ما أستنى أو أنتظر من زوجتي إن هي مثلا تربي أولادها أحسن تربية وهي فقدة للسعادة أو فقدة للتوازن النفسي. وللأسف الشديد بعض الأزواج بيلعبوا على النقطة دي. نعم. يعني في شخصيات بتبقى بتلعب على نقط الضعف والقوة في شخصية الزوجة أحيانا. ما هو ده برضو من ضمن بمعنى بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو بيبقى مستمع جيد من ضمن أنماط الشخصية، يعني بيبقى مستمع جيد جدا جدا وبيسمع نقاط الضعف ونقاط القوة، فبيبدأ يحاربها بنقاط ضعفها. وده طبعا بيأثر على الصحة النفسية للمرأة، يعني لأن العنف مش بس جسدي، مش بس ممكن يكون لفظي، ممكن يكون لفظي وممكن يكون نفسي كمان، والنفسي أصعب، إن أنا بعمل خلل في التوازن النفسي لزوجتي. فمهم جدا إن أنا يعني كزوج أفهم فهم صحيح إن سعادة أولادي من سعادة زوجتي، واستقرارهم النفسي من استقرارها هي النفسي. طب أستاذة ريهام، يمكن المشكلات بقى، ولما نتكلم عن مشكلات داخل الأسرة وبين الزوج والزوجة، أول متضرر منها هم الأبناء. بنفقد معهم على طول التواصل، بيشوفوا ازاي الأب والأم وهم على طول بينهم مشاكل، حتى لو كان من وجهة نظرهم هم ان الأب الغلطان او الأم اللي غلطانة، اكيد ليهم وجهة نظر مختلفة عن الواقع. يمكن انت قلتي في البداية الزوجة بتحكي المشكلة من وجهة نظرها، فكده هي حاطت نفسها ان هي اللي مش غلطانة، والعكس صحيح مع الزوج. الأبناء بقى هم أكتر شاهد على الموضوع، حتى لو كانوا مش مدركين يعني أطراف المشكلة أو يمكن يعني المشكلة بتدور حوالين إيه، لكن هم بتدوا يحكموا مين الغلطان. الحكم ده بيصدر عن طريق إيه؟ الحكم بيصدر عن طريق المشكله بس. للاسف الشديد الاولاد وهم اطفال صغيرين ممكن بينحازوا للام شويه. ده طبيعي، لان هم بيحبوا الام ويحبوا الاب، بس دايما بيبقى الام لها يعني الجزء الاكبر. طب ليه بينحازوا لها بس كده، ولا ممكن يكون عن طريق يعني مثلا العنف اللي بيصدر من الاب مثلا، ده اللي بيخليهم ينحازوا للام؟ بالظبط، العنف، واحيانا بتبقى ممكن يكون عنف موجود بالفعل، وممكن يكون كلام ادعاء وافتراء من قبل الأم برضو. يعني الكلمات السلبية اللي هي باباكم مثلا ما جاب لكمش كذا، باباكم فيه الصفة الفلانية، كل ده بيعمل علامة إكس على القدوة، علامة خطأ يعني على القدوة في داخل الأسرة. أنا لما بهدم قدوة الطفل كأب أو كأم، أنا كده بهدم له نفسيته للأسف الشديد. يعني أنا لازم أراعي يعني ربنا، يعني بتضر أولادها من غير ما تقصد أو من غير ما تدرك مدى الضرر اللي بيحصل. بالظبط. وفي أمهات يعني إيه تلاقيها فرحانة قوي إن أولادها بيحبوها هي أكتر، وإنه دايما لو حصل انفصال هيجوا في صفها هي أكتر. لا، أنا مفرحش، لأن للأسف الشديد ده بيهدم نفسية الأولاد. ومش بس كده، ده بيعلمهم فقدان مهارات التواصل. ما عنديش مهارات تواصل، ما عنديش قدرة إن أنا أكون إنسان شخصيته قوية فيما بعد، يتحمل مسؤولية. بالعكس، نتيجة للمشكلات الزوجية بنلاقي عزلة، بنلاقي انطواء، طبعا ضعف في التحصيل الدراسي، ضعف في الذاكرة نتيجة للتشتت والاكتئاب اللي بيمر به الطفل. أستاذة ريهام، خدينا شوية بقى لجزئية إن دايما الأم، ويمكن ذكرتيها من شوية، الأم هي بتبقى فرحانة أو هي اللي تقدر تعمل جسر التواصل بسهولة مع أولادها، عن طريق زي ما بنقول دايما إن الست عندها الحنية والحب بيكون أو العاطفة زيادة. الأب بيكون بشكل مادي أو شكل عملي أكتر، لأن هو عنده إزاي يقدر يوفر يعني كل أساسيات الحياة وزيادة متطلباتها بشكل عام. ازاي الاب يقدر يتواصل؟ يمكن الاب بيبقى ساعات بيفقد التواصل شويه، يمكن مع الولاد، ممكن في سن معين بيبتدي ان هو يتواصل معهم، وساعات كمان بيفقد التواصل ده. ومع البنات ممكن يكون، مع ان البنت بتحب ابوها جدا، ونفس الحكايه الاب، لكن ممكن ما عندوش القدره ان هو يشمل بنته بالرعايه والحنيه، ما عندوش وقت. مش هنقدر نقولش ما عندوش عاطفه، هو ما عندوش وقت. ازاي يقدر ان هو يوفر ده ويوجد جسر التواصل بين ولاده، سواء ولاد او بنات؟ لازم يبقى في 10 دقايق كده بنتفق عليها في اليوم، يعني حتى لو ما كانش في حوار ما بين الزوجين، لازم يبقى في 10 دقايق بين الأب وأولاده، أي كلمة للبنت، وخاصة في مرحلة المراهقة. ليه؟ لأن دي رسالة من الأب
لأولاده إن هو يسد الفراغ، يسد الاحتياج النفسي اللي ممكن تحتاجه البنت في فترة المراهقة. تمام. فتلجأ مثلا لحب شاب، تلجأ لنصيحة غير سوية من صاحبتها. فمهم جدا وجود الأب بالحوار، أنا أقعد معاهم أحكي لهم قصة، أحكي لهم على أيام طفولتي زمان، الكلمات الحلوة، الكلمات اللي فيها دعم واحتواء مش بس للزوجة وكمان للأولاد، لأن الأم مش طول الوقت يعني هتتحمل المسؤولية. طيب خدتينا الجزئية مهمة جدا، يمكن وزارة التربية والتعليم بتوجد كده يمكن في مرحلة ابتدائي مجموعة من القصص، يمكن المجموعة القصصية دي بتقول دايما ان في تجمع للأسرة او تجمع للجد والجدة او تجمع للجد، وابتدوا يحكوا حكايات عن الموضوع ده. المحاكاة عن طريق ان هم بيحكوا القصة، لكن الولاد ما بيشوفوش ده بيتطبق بشكل عملي. تمام. ازاي بقى انا هقدر كطفل هصدق ان ده بيحصل وانا مش شايفه في بيتي؟ انا ما بجتمعش مع اسرتي كل جمعه نتكلم، ما بروحش عند جدي وجدتي بشكل اسبوعي علشان اقدر اتواصل معاهم او اشوفهم. ده هقدر اعمله ازاي واطبقه ازاي اذا كنت انا هتعلمه وانا مش شايفه في الحياه؟ هو بس خليني قبل ما اتكلم بس نسال عبير. شوف عبير، ايه الاخبار؟ قولي لي. المكرونه اخبارها ايه؟ ناقص عليها سنه بس بسيطه. الفراخ خلاص؟ الفراخ خلاص والصوص خلاص. ماشي خلاص كده تمام. خلاص احنا لحقناها وهي بتبص على المكرونه. قولي لي. هو طبعا زي ما قلتي وذكرتي حضرتك انه القصه لها دور مهم، بس طبعاً. كمان القدوه. ان انا بنزل على ارض الواقع واطبق، يعني انا ما ينفعش مثلا اقول له قصه عن مهارات التواصل مع الاخرين وصله الارحام وانا ما بصلش رحمي. ما ينفعش اقول قصه على الامانه وانا مش امين، او على احترام الاخر وانا دايما بزم وبسخر من والدته، او بزم وبسخر من زوجي في البيت وبنقده باستمرار بطريقه مش لطيفه. فمهم جدا يبقى الجانب العملي وتعويد الطفل على مهارات ضروريه. يعني دايما انا بوجه اولياء الامور ان مش مهم يكون في تحصيل دراسي بمجموع عالي وكبير، على قد ما يبقى في ذكاء عاطفي وجداني وصلابة نفسية للأبناء يقدروا يواجهوا بيها مشكلات الحياة المختلفة. يعني أنا ممكن يبقى ابني دكتور في الجامعة، ممكن يكون حد جايب مجموع عالي، بس للأسف ما عندوش مهارات التواصل، ما عندوش الذكاء العاطفي، ما يقدرش يتحمل مسؤولية، ما يقدرش يكون شخص قيادي في بيته، دايما إنسان ضعيف، شخصيته ضعيفة نتيجة للعنف اللي شافه في مرحلة الطفولة. فمهم وانا وبوجه بالقدوة او بوجه بالنصيحة ان انا انزل لارض الواقع واطبق. يعني باجي مثلا اقرا له قصة واقول له صلة الارحام، تعال نطبق ده، نروح لتيتا اخر الاسبوع، الجد والجدة والدفء الاسري والحياة والذكريات الحلوة دي اللي بتشبع نفسية الانسان وبتخليه انسان سوي. حتى يا استاذه ريهام، حتى لو كان في الوقت الحالي احنا عندنا كورونا، فممكن يكون فتره الكورونا يمكن التواصل بنخاف عليهم، مش قادرين احنا نروح باستمرار، لكن موضوع طبعا الفيديو كونفرنس والموضوع وسائل التواصل خلت الدنيا سهله اكتر. برضو اتجمع معاهم واقعد ولادي حواليا وابتدي ان انا اتواصل مع جدهم او جدتهم، ده برضو هيديني نفس المعنى اللي حضرتك بتقوليه. والله هو المرونه، المرونة في التواصل بشكل عام بما يقتضي الموقف. طبعاً. البعد، ان انا حافظ على التباعد وحافظ على انه واقول لاولادي اداب بقى الزياره، ان احنا ما نقربش من تيتا قوي، وان احنا نغسل ايدينا والحاجات اللي هي ايه الاجراءات الاحترازيه ضد كورونا، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ان انا اعرف ابني ان يعني مواقع التواصل ما هياش ضرر طول الوقت لكن بيه. كمان نفع، لكن المهم استخدمها في ايه بشكل ايجابي. طيب قبل ما اختم معاكي عايزاكي كده نصيحه لطيفه وبسيطه تقوليها، في حين اني بس هذكر موقف لطيف كده. يمكن في دكتور مره قال يعني كانت عن طريق الاطفال، فقال للام انت بتحضني بنتك او انت بتحضن ابنك، حس ان في دفء لازم يحصل بغض النظر عن التحصيل الدراسي. يعني هو كان بيتكلم عن التحصيل الدراسي بس هو ذكر الموقف ده، ورجعنا منها للقصة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قالها لما كلم أحد الأعراب وقال له أنت إزاي ما بتبص ولادك، وإن هو لما قال له أنا ما بقبلش حد منهم خالص، فقال له لا إزاي، لأن هو شاف الرسول بيعمل ده. عندنا قدوة للرسول عليه الصلاة والسلام في التواصل مع أولادنا، في إن إحنا نحسسهم بحنيتنا. العلمي في الوقت الحالي والعلم الحديث بيقول إن إحنا لازم نتواصل، فكرة إن إحنا ممكن نحضنهم بس ده لوحده بيدي دفعة قوية للدراسة. تقولي ايه في نصيحة بشكل مبسط للأب وللأم
وازاي يقدروا ان هم يتواصلوا مع اولادهم. اقول لهم ابعدوا عن القسوه في المعامله، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فمهم جدا ان انا احتويهم زي ما قلتي حضرتك بالحضن، بالكلام الحلو الايجابي اللي يخليه لو اتعرض لاي موقف بره فيه انعدام بالثقه بالنفس وهدم ثقته بنفسه يفتكر كلام والده ويفتكر كلام والدته. اقول لهم كمان علموا اولادكم مهارات عديده في الحياه، مهاره الرياضه ومهاره القراءه المستمره علشان يكون انسان مطلع ومثقف وانسان يعني يقدر يحلل المعلومات اللي بتجيله باستمرار. الدعم والتشجيع أهم حاجة، الدعم والتشجيع ليه بقى؟ عشان ما نلاقيش المشكلات النفسية اللي بنلاقيها دلوقتي، الاكتئاب والانتحار، ولأن ده كله أساسه غياب الدعم والاحتواء داخل الأسرة، غياب الكلمة الطيبة وجبر الخاطر. أكيد ده اللي احنا بنتمناه، وأكيد أنت يمكن ختمتي كلامك بجبر الخاطر، وأكيد جبر الخواطر ده شيء مهم جدا وبيفرق معانا كلنا مش بس للأباء والأبناء. صحيح. احنا كمان بنشكرك جدا، كنت منورانا أستاذة ريهام، نشكرك كمان على كلامك الجميل البسيط اللي أكيد إن شاء الله وصل للقلب ووصل كمان للمشاهدين. نشكرك جدا مشاهدينا، وصلنا لنهاية فقرتنا معاكم المودة والرحمة بين الزوجين وبين الآباء للأبناء، لكن أكيد لسه لينا لقاء جاي مع تغريد والشيف عبير، وهنشوف وصلنا لفين في المكرونة بالبشاميل وكمان الفراخ بصوص الباربيكيو. خليكم معنا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا بنستكمل أسرار المطبخ مع شيف عبير ورباب. المكرونة كانت محتاجة شوية وقت، مش مشكلة لكن الفراخ انت عملتيها بشكل حلو قوي. طيب قولينا كده الصوص الباربيكيو. الصوص قلنا كوباية من صوص الباربيكيو أو كوباية إلا ربع، معنا 4 معالق من صلصة عادية، صلصة حارة. عندي 2 معالق عسل، استخدمنا هنا التوابل الزعتر وروزماري، ممكن ريحان وملح وفلفل. اللي زرعناه صح؟ اللي زرعناه في الحلقة. وملح وفلفل ومعلقة ثوم كبيرة. هي أساسها الثوم والصوص ده. كويس. وتبلناها ودخلناها الفرن، ممكن طبعا تتبل قبلها ب3-4 ساعات يبقى أفضل طبعا. كويس. طبعا دي لعبتك. أنت عارفة أكيد. مكرونة. قولي لي بقى. لا مش المكرونة، عايزة أعرف الصوص اللي أنت عاملاه اللي أنت قلتي لي زي السلطة كده. دي بنقول عليها مكدوس، بس هي ممكن بقى يعني بيضيفوا ليها باذنجان مقلي. يعني أحط ده على الباذنجان المقلي. أو نحشيه بيه. يعني ممكن تعملي الباذنجان المقلي قطع صغيرة. تمام. وبيتقلب معاه مع الطماطم ومع الفلفل أو الجزر. تمام. أو ممكن بقى بنحشي بيه الخلطات. بس هو صوص كده مع الاكل، سلطه مع الاكل يعني. كويس. المكرونه بقى. طيب المكرونه عشان هي بتعمل بشاميل حلو قوي. بتعمل بشاميل حلو قوي. طب تمام. قولي لي عملتيها ازاي؟ احنا عملنا البشاميل بتاعنا على البارد، عملنا اللحمه المفرومه عصجناها طبيعي، قلنا شوحناها الاول ملح وفلفل، احنا بنديها الصدمه قلنا يا ربع عشان ما تنزلش الميه اللي فيها. الميه اللي فيها. تمام. أوكي. وبعدين بننزل بالبصلايه والطماطم ومرقايه ملح فلفل توابل بقى زي ما احنا عايزين. وبعدين عملنا البشاميل زي ما احنا قلنا عملناه على البارد كله. جبنا اللبن وحطينا عليه 4 معالق من الدقيق او 5 معالق وقلبناه. كويس. ومعاها ملح وفلفل ومكعب مرقه. وبرفعه على النار وانا بقلب ويستوي، يبتدي يستوي انزله بقى ميكس جبن اللي انا عايزاها. حلو. ونقلبه وبعدين بنقلب البشاميل بتاعتنا. عبير سريعا قبل ما نختم، عايز اعرف انا بقدر اقدر البشاميل على حجم المكرونه؟ يعني احنا اللتر ده يكفيني قد ايه مكرونه؟ احنا عملنا بيه 1/2 كيلو يعني. تمام. هي اساس المكرونه البشاميل، يعني البشاميل بتاع كل ما يبقى زياده وخفيف بيبقى كله بيبقى احلى. وساعات في مثلا بتحطي شويه مكرونه في القعر بقى جبن موتزاريلا. حطينا الاول بقى رصيناها مع بعض. بشكرك جدا وبشكرك يا رباب. بشكرك يا تغريد، شكرا شيف عبير. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا ومعاها نهايه حلقتنا، بنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، ودايما معاكم كل يوم وزينه بطعم البيوت.